السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أخونا الكريم، عرفنا عن اسمك. نعيم عبد محمد. نعيم عبد محمد من فين؟ صاب السافل بني سلمة. يا ألف حياء للرجال وصاب السافل، حياكم الله. اليوم طبعا جيتوا تشوفوا العمل هنا في شرق العوام، كيف تشاهدوا العمل؟ كيف تشاهدوا الطريق؟ ما شاء الله عمل جبار. العمل جبار أكيد، والطريق وسيعة جدا ما شاء الله عليك. طيب ولو كلمة قصيرة توجهها لجميع التجار، ما هي رسالتك لهم؟ يساهموا ويدعموا ويزيدوا المزيد على أساس ينجح المشروع. أكيد المشروع بحاجة إلى دعم الجميع ومشاركتهم من أجل إنجاحه. هذا مشروع يخدم الناس جميعا، الجميع وصالح الجميع الناس. أكيد. أنت دخل الكريم، عرفنا عن اسمك. عبد المجيد عبد الله احمد الجبلي. من فين؟ من صاب السافل. برضه من صاب السافل، حياك الله. جبل بني سلمه. نعم. برضه ما هي رسالتك للتجار؟ رسالتي للتجار يساهموا بالمشروع، لان المشروع هذا ما شاء الله عليه طويل عريق. العمل ما زال باعلى وتيره. باعلى وتيره ما شاء الله، يعني يستاهل الدعم، لانه مصلحه الجميع ان شاء الله. أكيد. وهذه التشطيبات الأخيرة واللمسات النهائية هي. نعم. وننتهي إن شاء الله. إن شاء الله قريبا. ولا نهاية إلا بخميس مطلق. ما شاء الله. هذا مشروع بداية مهم. مني حضر. ينتهي خميس مطلق. خميس مطلق. وهناك برضو الإخوان بيشتغلوا في وادي زبيد. ما شاء الله. ندعو من الله العون لهم. نعم. وأن يوفقنا جميعا ومشروعنا واحد. إن شاء الله. وتحياتي لك.